هذه فرصة باش نشرح لي من خلالكم للرأي العام يعني التحولات والتطورات اللي كتعرفها بلادنا في مجال المحروقات. طبعا كما تعلمون وقد عبرت عن ذلك في آخر زيارة لمختبر يعني المراقبة ديال الجودة ديال المحروقات بالدار البيضاء، لأن لما أطلقنا المختبر الجديد اللي غيطلب واحد 20 مليون ديال الدرهم ديال البناء ديالو والتجهيز ديالو، عطيت واحد العدد ديال المعطيات اللي هي مهمة جدا بالنسبة للتطور اللي كيعرفوا القطاع ديال المحروقات. طبعا الأولى وهو فتح هذا القطاع لمزيد من التنافسية. اليوم يعني شركات جديدة تدخل لهذا القطاع لتنضاف إلى الشركات الموجودة، لأن السوق يتطلب يعني الطلب الحمد لله موجود وفي تزايد. الأمر الثاني طبعا هو تبسيط المساطير وتشجيع المستثمرين، وطبعا انتقلنا من أقل من 60 محطة في السنة إلى المعدل ديال 200 محطة في السنة، خلق فرص ديال الشغل، خلق مضافات قريب هذه المنتوج من المستهلكين. ثم طبعا إطلاق يعني مشروع مهم فيما يتعلق بمراقبة الجودة ومسارات المواد البترولية لصالح المستهلك. طبعا اليوم نحن مع المكون الرابع ديال هذه الدينامية ديال الطاقية فيما يتعلق بالمحروقات، وهو تطوير اللوجيستيك الطاقي، لأنه مهم ومهم جدا وخاصة في مجال التخزين. طبعا كنتم تتابعون أنه كان دائما عندنا نقص في مجال ديال التخزين، لأنه من المطلوب أننا نوصله ل 60 يوم، يعني جميع الشركات ملزمة بالقانون يكون عندها 60 يوم إضافي يعني احتياطي. طبعا قبل بضع سنوات المعدل كان عندنا حوالي 32 يوم، ولكن مع الاستثمارات اللي هي جارية اللي غتوصل تقريبا 4 مليار ديال الدرهم غادي نزيدوا واحد 15 يوم. مع هذه الاستثمارات اللي احنا اليوم، وهذا هو اللي غادي نفصل فيه شي شوية، هو أنه من خلال الدراسات العالمية وحتى الوطنية تبين بأنه ممكن أن نستعمل تجاويف ديال المعادن ديال الملح، اللي هو يعتبر من أهم التجاويف اللي يمكن لها تحتضن يعني تخزين المواد البترولية وخاصة الغاز. هذا واحد أول مشروع، وغادي يكون إن شاء الله مشاريع في المستقبل اللي غادي يمكننا. طبعا قامت به شركة الملح السابقة اللي كانت ملك الدولة ثم تم خصصتها، وتبقى هذه التجاويف بين قوسين. نحن قبل أعتقد سنتين خرجنا واحد المرسوم ديال استعمال جميع التجاويف ديال المعادن اللي كتبقى، لأنها كتبقى فقلنا لابد أن تستعمل، فخرجنا واحد يعني المرسوم اللي كيعطي الإمكانية ديال استعمال هذه التجاويف. طبعا أيضا خرجنا أيضا نصوص أخرى فيما يتعلق بالنفايات المعدنية، وللآن الحمد لله عليها الطلب لأنها مازال غنية، إما تصلح للبناء أو تصلح أيضا كمعادن يعني النفايات. فإذا كاين تحول في مجال المعدني واللي هو مرتبط بالمجال ديال المحروقات، من ضمنه هذه التجاويف ديال المعدن ديال الملح اللي يعتبر يعني من أهم ما يمكن أن يستعمل في مجال اللوجيستيك الطاقي. فإذا هذا المشروع غادي يزيد يعطينا يعني واحد 15 يوم أخرى. ثم هناك مشاريع في المستقبل يمكن نأكد لكم يعني ونأكد للرأي العام من خلالكم أنه هذه دينامية كيعرفها القطاع ديال 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 المحروقات في البلاد ديالنا، وبالخصوص أيضا في مجال الغاز الطبيعي. اليوم الصناعة الوطنية يعني مطالبة أن تنتج بطريقة أنظف نظيفة، لأنه كاين جوج ديال الأسباب. السبب الأول وهو أنه لا بغينا نصدره لتفادي المشاكل المطروحة ما يسمى بالضريبة على الانبعاثات الغازية لطاكس كربون، والسبب الثاني هو الإنتاج النظيف باستعمال الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة كيقلل الكلفة ديال استعمال الطاقة بحوالي ما بين 30 حتى 40%. وفي هذا الإطار يمكننا نستعمل الطاقات المتجددة ويمكننا نستعمل الغاز الطبيعي، وتم الاتفاق مع وزارة الصناعة باش نزود جميع المناطق الصناعية والصناعيين بالطاقات النظيفة، وهذا فيه مصلحة كما قلنا الاقتصاد الوطني، فيه أيضا مصلحة للسياسة الطاقية في البلاد ديالنا، وهذا أيضا غادي يعاوننا طبعا باش يمكن لنا نخزنوا الغاز الطبيعي لصالح الصناعة الوطنية، في انتظار كما قلت مشاريع أخرى في هذا المجال في المجال ديال الطاقي. فإذا نحن أمام يعني هذه فرصة باش تطلعوا على كيف يمكن أن نستعمل يعني تجاويف المعادن لكل ما يتعلق بالتخزين، وبالخصوص التخزين الطاقي، تخزين المحروقات، وبأخص الخصوص تخزين الغاز الطبيعي. La visite de Monsieur le Ministre aujourd'hui se fait dans le cadre de la visite du projet de cavité de stockage que nous sommes en train de construire sur la mine de sel de Mohammedia. La mine de sel de Mohammedia est essentiellement créée pour la production de sel, aussi bien pour la pétrochimie que pour le déneigement en Europe, aux États-Unis et au Canada, essentiellement à l'export. Et donc ce projet est un projet novateur parce que c'est la première fois que des cavités vont être créées en galerie minée au sein du sel. Elles vont permettre le stockage de grands volumes d'hydrocarbures
avec un raisonnement sécuritaire d'abord, parce que c'est à 480 mètres de profondeur, comme on va le voir pendant la visite, et deuxièmement, un respect de l'environnement, et donc une capacité mise à disposition des opérateurs qui est très importante. N'oublions pas l'atout de notre position géographique qui n'est pas loin du port de Mohammedia pour tout ce qui est alimentation et distribution des hydrocarbures. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.